يعني كقانوني ما اقدر ادينه ولا ممكن ادينه وما اعرف حيثيات رغم التناقضات اللي انت ايضا موجوده، لكن انا اعرف انه هناك سرقه ل 9 تريليون دينار عراقي. هسه هذه شلون طلعت؟ شلون اجت؟ اكو بها نور زهير واحده ما يقدر مستحيل، هو مو يعني مو باتمان. اذا اكو وراء شخصيات، اكو شخصيات متنفذه، هذه الشخصيات يجب ان تكشف للراي العام وامام القضاء. هسه مظلوم هو قد يكون هو اداه او واجهه لسراق حقيقيين. هذا قد يكون موجود، هو اختار هذا الطريق، قلبوا عليه هذه الاداه. نعم انقلبوا عليه مثلا، ما يقدرون. الظاهر هو لزمته قويه. انت شفت اول ما لزم شلون اخذ صوره سيلفي؟ انت شفته لو ما شفته بلي. انت شفت اليوم باللقاء؟ انا عبالك ده والله حتى اكو وزراء ما يطلعون بهالشو اللي طلع به هو. انا شفته وزير، ما شفته نور زهير المتهم. يعني كلامه من يحكي يحكي بمنطلق قوة. ولذلك أنا أعتقد أنه الموضوع أكبر مما تتوقع، وأنا أدري أكبر مما أتوقع أو يتوقع أحد، لأن الشخصيات المتورطة اللي أنا أعرفها واللي ما ممكن أبوح بيها ما يعني صعب ذكر اسمها، لأن هي عبارة عن رسل منزلة من السماء بالنسبة للشعب العراقي بما تطلع به بالإعلام، ومكافحة الفساد والتقوى والدين والحرام والحلال، وهم على عينك يا تاجر. أحزاب، رؤساء أحزاب موجودين سب السلطة، عندهم كتل متنفذين، بس هاي أقول لك أستاذ عدي، أرجع لعمر بن مسلسل. أي أكو مسلسل اسمه يوسف الصديق. أي. شايفة إيه؟ الأخ ماهو وحكام وحراس المعبد معبدي. هم شنو؟ هم تجار ومنافقين ويضحكون على عقول الناس. اللي نعيشه بالعراق أكو عندنا حراس المعبد.